السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في الحلقة الثانية من دكتور أندرويد. وزي ما معانا النهاردة كده لعبة القلعة المخادعة، يا ترى إيه هي القلعة دي؟ ويا ترى هنلاقي فيها إيه؟ النهاردة في لعبتنا النهاردة لعبة غريبة، يعني تستغرب كده من بعض الحاجات في بعض المراحل، ممكن تقفل اللعبة عشان تجيب حاجة من بره، في حاجات كده غريبة. لعبة يعني كده ممتعة جدا يعني بصراحة. هي اللعبة بتنقسم لتلات ليفلز، يعني أو أهم ليفل عندنا البرنسس كاسل، دي فيها 100 مرحلة، دي أكبر واحدة فيهم. طبعا أنا لسه هنا بلعب زي ما اتفقنا على الجهاز اللي بوريكم فيه بداية اللعبة، بعد كده أوريكم اللعبة كاملة كده من أولها لآخرها فيها إيه. فنبدأ كده يعني. طبعا احنا ممكن فيما بعد نعمل كده زي ووكس رول اللعبة، يعني اللعبة كاملة، بس مش هيكون في الحلقة دي، ده مجرد مراجعة بسيطة بسيطة. طبعا هنا بيقول لك ده كده بداية اللعبة، بيقول لك ان انا وصلت اخيرا لاخر ليفل في الكاس، المفروض دي بداية اللعبة كده يعني. وللأسف مفيش اي يعني مفيش اي حاجة بتساعدك انك تلعب ازاي، بس اللعبة سهلة يعني مفهوم. انا من غير اي حاجة، هنا بتنط، هنا بتتحرك يمين وشمال. طبعا هنا عايزين نجيب المفتاح ده، مش عارف يعني. فالموضوع مش صعب خالص في اللعبة، اللعبة سهلة. تمام، وصلنا. احنا خلصنا اللعبة ولا ايه؟ مش عارف والله، هنشوف دلوقتي ايه اللي هيحصل. اكتشفنا ان كده you are trapped. تمام، هي بداية اللعبة انك زي ما يعني حصل دلوقتي، انك خلصت اللعبة وهتلعبها من الاول وجديد، يعني فكرة اللعبة لذيذة يعني. فكأننا بنبدأ اللعبة من الاول وجديد. يعني دي اول مرحلة، بيقولك build a ladder، يعني ابني سلم. كل مفتاح بدوس عليه بيفتح لي، يعني كأنه زي السلم كده، هو ده السلم اللي قصده عليه. يعني اللعبة سهلة في لعبها. هنروح بقى هنروح للجهاز التاني عشان نشوف مع بعض اللعبة دي يعني بالكامل كده فيها ايه بالظبط ومواصفاتها، ونعرف ايه الحلو والوحش فيها. شكرا. ورجعنا لكم بقى في اللعبة تاني مرة تانية. دي بقى اللعبة بعد ما خلصتها بالكامل. طبعا زي ما احنا شايفين في حاجة زيادة كده، هو يعني زي ما بيقول في كوستومز مختلفة كده، انا عاجبني اللون الذهبي ده. وعندنا ثلاثة زي ما قلنا مراحل اساسية، دي البرنسس كاسل اللي فيها زي ما بنقول حوالي 100 ليفل بالظبط، اخر واحدة 100 ليفل. طبعا لازم تخلص جزء كبير منها عشان خاطر تفتح الجزء التاني اللي هو ويتش تاور، بيطلب منك انك تجمع حاجة غريبة كده، خفافيش يعني. وفي الاخر يعني ستيري سكاي دي عبارة عن 5 مراحل، يعني دول اخر حاجة خالص. فيعني هناخد مراحل كده عشوائية، يعني نشوف اللعبة دي كده ايه المميز فيها. يعني هو بيقول لك ريلاكس اند ميديتيت، ما تعملش اي حاجة. احنا شايفين المفاتيح عمالة تقع من كل حتة، ومرة واحدة تلاقي حاجة نازلة عليك، وهو بيقول لك ما تعملش اي حاجة يعني. بعد كده يقول لك ناو يو ار جو، تمشي تمشي. قال لي ستوب مره واحده، طبعا هو ضحك عليا. طبعا دي يعني المرحله دي مخادعه شويه، ودي الميزه ان كل مرحله ليها طريقه خاصه في اللعب، يعني ما لهاش حاجه معينه تلعب بيها. او بيقول لك ناو يو ار جو، لازم تاخد بالك كويس قوي تقف امتى، بيقول لك ستوب. بس والله بنقدر كده نمشي تاني، بيقول لك ناوي وكان جو فور شور يعني. طب يعني دي كانت من ضمن المراحل. ممكن نشوف مرحلة تانية مختلفة، مثلا نشوف رقم 13 دي مثلا، يقول لك فاين ذا كي، جاست فاين ذا كي. ادي مفتاح اهو سهل يعني، ممكن نروح. بس هو مشكلة وانا اروح له ازاي، مش عارف. هي دي بقى الفكرة في المرحلة دي، ازاي نجيب المفتاح يعني. نحاول نشوف الطريقة اللي نجيب بيها المفتاح. خلي يا ترى دوسنا على المفتاح ده، لا خلينا نعمل ايه. شايفين في مفتاح مستخبي هنا يعني.
يعني ان هي ده مش المفتاح الحقيقي اصلا، والمفتاح تحت خالص مش موجودة اصلا، ولو ما خدتش بالك مش هتشوف. ممكن نلعب دي بقى اللي انا بتكلم عليه، من ضمن بيقول لك this annoying، يعني بيقول لك زي في اعلانات حاجبة الطريق فانت لازم تمنع الاعلانات. المرحلة دي لذيذة قوي، انت بتوقف اللعبة وتعمل دوس على مفروض علامة الاد دي ان هي بتشتري اللعبة، لكن انت لو دوست عليها في المرحلة دي بالذات هتشيل لك الاعلانات فعلا اللي في جوه المرحلة. وده من ضمن اللعبة من ضمن الحاجات اللذيذة في اللعبة دي، انك يعني بتتحكم باللعبة بطريقة مختلفة. يعني نشوف ممكن مرحلة تانية يقول لك nothing special. طب ندخل كده اهو، يقول لك المفتاح متعلق فوق وانت محتاج تروح المفتاح. ضحك علينا، بيقول ما فيش حاجة مميزة بس واضح ان محتاجين نعمل حاجة معينة في المرحلة دي. طيب لو طلعنا فوق هنا نقدر نلعب نحرك السهم ده كده لفوق، الباب بقى لفوق. بقينا نلعب يعني كأنك بتلعب على الحيطة بالظبط كده بطريقة لذيذة. طيب احنا عشان ما نضيعش وقت كتير ممكن نشوف مرحلة تانية كده كمثال يعني برضو. هنا مثلا بيقول لك الزرار ده مش عارفين هو بيعمل ايه، انا هدوس عليه كده مثلا. طيب احنا طلعنا فوق، زي ما انتوا شايفين البتاعة دي شكلها لما انا دوست على الزرار البنفسجي دي طلعت لفوق. طيب انا برضو يعني مش عارفين ايه فايدتها، يعني احنا نسيب لكم بقى المرحلة دي تعرفوا كده مع نفسكم كده ازاي يعني تعدوها. انا بس بنوريكم كده مراحل مختلفة من اللعبة بحيث تبقوا عارفين. يقولك مثلا هيدن روم، تطلع كده فين الهيدن روم مش عارفين، يقولك اطلع فوق فين فين الهيدن روم فين فين. واضح ان الهيدن روم دي يعني طبعا احنا لو مشينا كده انا عشان عارف مكانها، هي دي الهيدن روم، عملت كده خلاص. طيب يعني باختصار كده اللعبة يعني مختلفة شوية كتير عن لعب عن اللعب اللي احنا عارفينها، وفيها مراحل كتيرة. وانا كان نفسي تبقى بس وكان بس نفسي يبقى اللعبة مدتها اطول شوية لانها فعلا قصيرة جدا، لان عندنا مثلا في ويتش تاور دي هي بس كل بتاع حوالي 50 مرحلة زائد 100 مرحلة اللي هناك، يبقى كده 150. بس بصراحة كل مرحلة مميزة جدا فيها. برضو هي الويتش تاور دي بتفتحها بعد ما تمشي فترة من برنسس تاور، هي الساحرة الشريرة دي اللي بتطلب منك انك تجمع خفافيش عشان خاطر تفتح المراحل اللي هنا. بس المميز في الويتش تاور انك يعني زي بتقول ايه بتلعب بطريقة مختلفة شوية، نشوف ازاي. طبعا بعد ما بتعدي وشربت الحاجة الغريبة دي بتقول لك ان انت شربت بتاع اللوشن بتاع اللي هو immortality، وده خليك تحول لوحش زي شبح كده. يعني في المراحل اللي هي بتاعت الويتش تاور دي بتبقى بتلعب بيها بطريقة مختلفة، انك بتتحول لجوست وبتتحول تاني ترجع تاني اللي هو عادي خالص يعني. بس ده كان يعني نظرة عامة كده عن اللعبة ببساطة شديدة، وممكن نشوف يعني مع بعض مرحلة تانية برضو مختلفة. مثلا هنا بيقول لك say hello to your friends، فانت بتروح على كل جوست كأنك بتسلم عليه، كل ما بتسلم عليه زي ما انتم شايفين بنفتح بنشغل الشعلة دي كده اهي، ادي التالتة اشتغلت. مثلا في مرحلة تانية ممكن نلعبها مثلا اللي هي 29 دي مثلا، هنا مثلا انت هنا عايز تمشي بسرعة، طبعا انت لو خبطت في حاجة من الحاجات دي بتموت خالص. دي طبعا نقطة ضعف الجوست هنا في المراحل بتاعت الويتش تاور، ان هو بيموت من الحاجات الغريبة اللي لونها احمر دي. فبرضو كل حاجة يعني احنا بنحاول ان احنا ايه ط
طبعا انا عشان عارف في حتة سرية بنطلع منها. المهم هي اللعبة مميزة بصراحة جدا، وفيها حاجات كتير ومفاجآت كتير، وممكن مع بعض نعمل كده زي تختيم للعبة كاملة، نوريكم ازاي بتجيبوا الحاجات دي كلها كمساعدة كده، بس هتبقى في حلقة منفردة دي مثلا آخر، يعني آخر شابتر خالص مثلا. أنا بيقول لك this is your last chance، فاللعبة يعني مميزة جدا ومختلفة، وفيها مراحل كتير، وفيها يعني حاجات كتير كده أكتر كمان. بتلعب يعني بتلعب بكل مرحلة بطريقة مختلفة، بتدوس مثلا هنا ديك فتحت هنا في الحيطة، وكل الليفل بتتلعب بيها بطريقة غير التانية. فبصراحة تقييم اللعبة دي ممتازة جدا، هي بس يعني كان نفسي تبقى أطول شوية، كانت هتبقى يعني ممتعة أكتر. طبعا أنا أحب أوريكم إن أنا مخلص اللعبة بالكامل. هنا الزرار اللي بدوس عليه ده بيوريك كل الأبيض ده هو الخفافيش اللي أنا مجمعها، لو هي مش أبيض كده مش هتبقى، يبقى كان في حاجة ناقصاني. أنا كده يعني مجمع كل حاجة، بس أنا هنا كده مجمع كل حاجة. أنا أوريكم وإحنا بقى ماشيين في اللعبة لما نشرحها بالتفصيل كده وإحنا ماشيين مع بعض، بس أنا مخلص اللعبة بالكامل. ويعني ده كان ريفيو صغير كده وبسيط، اتمنى ان هو اكون استمتعتوا بيه، وشكرا لكم جدا، ونتقابل ان شاء الله الاسبوع الجاي في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.